وعن المفاوضات المرتقبة في سويسرا، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا تعارض بشدة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في صفوف المعارضة بمحادثات السلام المقررة في جنيف هذا الأسبوع. مراسلنا عدنان الظاهر والتفاصيل. مخاض عسير تعيشه مفاوضات جنيف للسلام في سوريا. خلافات جذرية حول الأطراف التي ستمثل المعارضة في الاجتماع المزمع إجراؤه في جنيف يوم الجمعة. أنقرة التي تعتبر داعما رئيسيا للمعارضة السورية رفضت مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في هذه المفاوضات، وهو ما ترفضه روسيا. نعتقد بضرورة جلوس الأكراد والعرب والتركمان والسمنة والنصيرية والمسيحيين في سوريا معا حول طاولة واحدة، ومن الضروري تمثيل الأكراد لأن عدم تمثيلهم يعتبر نقصا، إلا أننا نعارض جلوس وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي اللذان يظلمان الأكراد. وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو اتهم دولا لم يسميها بمحاولة التدخل في وفد المعارضة في إشارة إلى روسيا، واعتبر مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بمثابة إجهاض للمفاوضات. موقف تركي صارم تجاه المشاركة الكردية في المفاوضات السورية، حيث تنظر أنقرة بعين الريبة إلى تحركات حزب الاتحاد الديمقراطي شمالي سوريا، وتتخوف من حصوله على غطاء سياسي ودعم غربي يفضيان إلى الإعلان عن تأسيس إقليم كردي مستقل، وهو ما تعتبره تركيا خطا أحمر. عدنان ظاهر، التلفزيون العربي، اسطنبول. معنا من اسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، أنقرة تعارض بشدة مشاركة الأكراد في هذه المحادثات، ما السبب وراء ذلك؟ في الحقيقة معارضة شديدة تبديها الإدارة التركية، لا سيما من قبل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الذي صرح قبل نحو ساعة من الآن أن بلاده ترفض رفضا قاطعا مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية في المفاوضات المزمع إجراؤها في جنيف يوم الجمعة المقبل. في الحقيقة أنقرة تتخوف من التحركات المشبوهة بالنسبة لها لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، لا سيما أن هذه الوحدات تحاول العبور إلى غربي نهر الفرات، وهو ما تعتبره تركيا خطا أحمر ولن تسمح به أبدا. الموقف التركي حيال هذه المفاوضات كان ربما واضحا على لسان رئيس الوزراء التركي، الذي قال أن بلاده ليست ضد مشاركة الأكراد بشكل عام، لكنها ضد مشاركة هذا الحزب، وهو خاصة هنا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والجناح المسلح له وحدات حماية الشعب الكردية في المفاوضات التي ستقام يوم الجمعة المقبل. وقال إنه في حال لو أراد هذا الحزب المشاركة في هذه المفاوضات فإنه يجب أن يكون في الطرف إلى طرف النظام السوري، لا سيما أن داود أولو قال إن هذا الحزب يقوم بالتنسيق والتعاون على أكبر المستويات، على أبعد المستويات مع النظام السوري فيما يخص الأزمة السورية. وزير الخارجية التركي أيضا يوم أمس قال أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردي هي منظمة إرهابية، و مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في جنيف يعد إجهاضا لهذه المفاوضات، ودعوتها إلى تلك المفاوضات ربما بحسب وصف وزير الخارجية التركي تعد خطيرة. ربما الموقف التركي الجديد حيال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية تغير تغيرا جذريا بعد الأزمة التي تشهدها تركيا حاليا مع حزب العمال الكردستاني، حيث تعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية هي امتداد لهذا التنظيم الذي تعتبره تركيا إرهابيا، وبالتالي فإن خطر هذه هذا التنظيم وخطر وحدات الشعب وحدات حماية الشعب الكردية يعد كبيرا على الجانب التركي. مراسلنا من إسطنبول عدنان الظاهر، شكرا جزيلا لك على جملة هذه التفاصيل.